أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. نعطي انطلاقة المهرجان ديالنا الثامن الذي يصادف بالمناسبة عيد الشباب المجيد، فنتمنى نرفع آيات الولاء والإخلاص لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده، ونتمنى له التوفيق والسداد. كما تعرفون بالمناسبة هناك حادثة حزينة نتألم لها جميعا، نقدم من المقدمين ديالنا اللي كان دائما في شارع معنا معروف الخصال ديالو الطيبة والآداب ديالو والأخلاق ديالو. بهذه المناسبة نترحم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا وقبل كل شيء دعاء. الله تعالى وتبارك يرحم في هذه النار، الله يوسع عليه، الله يجعل هذا العمل أن يكون له شهيدا وأن يكون له عمله مخلصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يجعله من الشهداء وأن يجعله من السعادة، وأن نرزق أهله الصبر والسلوان، وأن يبارك لحياة أهله ولذويه ولأولاده ولعائلته، وأن يرزق لهم الصبر الجميل. إخوانا المقدمين والسعادة للحكومة وجميع والحاضرين، اللهم وفقكم لما تحب وترضى، اللهم اجعل بينكم مودة ورحمة، اللهم اجعلكم إخوانا وعلى الخير عوانا، اللهم انصر السلطان وهد الأوطان واطفئ نار القتال وشفع فينا خيرنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عن نفسي ونيابة عن رئيس جماعة بني يخلف وعن أعضاء بني يخلف وعن موظفي جماعة بني يخلف وكذا ساكنة بني يخلف، وبعد إذن السلطة المحلية بالشخص السيد القائد، وكذلك بعد إذن قائد مركز الدرك الملكي لابن يخلف، وكذا السلطة وكذا القوات المساعدة، نجدد الرحمات والمغفرة لأحد الفرسان الذي فقدناه في حادث أليم وحزين، ألا هو عبد الله الصافي. وإليكم إخوتي كلمة المجلس. الحمد لله الذي لا يدوم في ملكه سواه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نور الهدى خاتم النبيين سيدنا محمد الصادق الأمين. وبعد، أيها الحضور الكريم، وقبل إطلاق الأعنة احتفاء بالنسخة الثامنة لمهرجان الفروسية التقليدية بن يخلف، لا يسعنا إلا الوقوف ترحما على فقيد الفروسية المرحوم المقدم عبد الإله الصافي، تغمده الله برحمته وجعل مثواه فسيح جنانه ورزق خداويه الصبر والسلوان. بقلب مكلوم وفكر دام نقول في رثاء المرحوم، شرد الزمان لفقدك وجلا وازدانت الفردوس بروحك شرفا، أيا صافي القلب كنت بيننا شامخا واليوم غابت عنا شمسك حصرا، سنبكيك ما دام في المقل أدمع ودمت فينا نبراس عز وفخر. وفي الختام نطلب منكم الوقوف وقراءة الفاتحة على روح الفقير. الحمد لله العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبقى معكم وسلام الساكنة من أهم حاجة هي السلامة إن شاء الله باش نحاولوا نتحراو بعض المشاكل اللي يمكن نجنبوها. إنسان غناخذوا بعض النماذج اللي كاينين طريقة ديال التوزيع ديال البارود ولا بعض الملاحظات ديالكم غنخليو الكلمة ليكم إن شاء الله باش ناخذوا الآراء ديالكم ونحاولوا إن شاء الله نطبقوها من أجل إنجاح هذا المهرجان اللي هو مهرجان ديالكم من طبيعة الحال. لا لا كنصفو مع الجماعه باش هذا المهرجان يدوز باحسن ظروف. هذا المهرجان كنسمعوا عليه ديما كندور له عنده السمعه طيبه وبغينا حنا يمشي من الاحسن حسن الاحسن. حنا بالنسبه للسلطه المحليه راه كل قوه المساعده راه الاشاره باش يدوز هذا المهرجان احسن ظروف. بالنسبه للاعراف ديالكم وداكشي حنا ما ندخلوش فيهم نتوما كنصفو مع داكشي حنا غير داكشي ديال السلامه حنا معكم نتفقوا على شي حاجه اللي اتفقنا عليها نمشيو عليها في هاد الخمسيه حنا على اتفاق باش ما يكونش شي واحد يجي يقول لنا لا راه مولفين كنديروا بحال هكا البارود راه كاين حنا ديك المسافه اللي شفتها القيله تجيبو غنجيبو هنا نتفقوا غير على الوقت وغندير واحد الالتزام باش كل مقدم هو اللي يجي ياخذ البارود يدير الالتزام داك الكميه اللي غتجي كل نهار ياخذها وفي الاخر اللي كتشير كيرجع لنا باش كنديروا حنا مع الدارك وداك الشيء وكنشوفوا داك الشيء فين نتصرفوا فيه. رب العزه حما يسمحوا سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غير الاخوان حضروا